حضرتك برضو كان لك مقال عن علمانية الإسلام، مع أنه طبعا الإسلاميين عادة بيهاجموا العلمانية وبيعتبروها نوع من الكفر. بمعنى يعني المشكلة انهم مش فاهمين يعني ايه علمانية. يعني هم متصورين العلمانية تعني الكفر، أيوة. ويقول لك ده علماني يعني كافر او يعني مش متدين، او وده خطأ تام. أيوة. كلمة هي وبينطقوها غلط، يقولوا علمانية، هي مش علمانية، علمانية. هي علمانية من العالم، من الدنيا، من الدنيا. وكان ده التقسيمة دي أصلها كانت في المسيحية للتمييز بين الشخص المكرس لخدمة الكنيسة والشخص اللي بره الكنيسة، يعني متعلق بالناس العاديين، متعلق بشؤون العالم. أيوه. حتى احنا في صلاح الجاهلين كان يقول العالم كتيرة، ها الدنيا كبيرة والعالم كتير، العالم يعني الناس يعني الحياة يعني الدنيا. العلمانية يعني أن نجعل شؤون الدنيا من تتعلق بالإنسان ومناهج الإنسان وطريقته وبحثه وفهمه. أيوة. فلا نجعل كل شيء متوقف على الدين أو على ما هو ديني، بدليل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن تأبير النخل قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يعني قال مش دي مش في الدين، دي مش جاي يحل مشكلات الدنيوية أو ذات خبرات خاصة الكثيرة. يعني بعيدة عن الدين. الدين بيتعلق بالضمير، العلاقة بين الإنسان والرب والمعاملة. وأنا رأيي روح الدين وجوهره في حديثين يعني الرسول. ما الدين يا رسول الله؟ الدين المعاملة، الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. أدي أول حاجة. الثاني الدين المعاملة. صحيح. يبقى هنا ما يتعلق بالباطن، ودي حاجة تعكسه المعاملة مع الآخرين. طيب حضرتك برضو قلت إن الخطاب الديني السائد الآن هو يعني لا يعلم الناس حقيقة الدين. أيوه. لك رأي في الخطاب الديني؟ ما هو الخطاب بينبع من هذا الوعي الديني. يعني الخطاب الديني حاليا مثلا في شعارات دينية كتيرة جدا، شعارات دينية، لكن ما فيش خطاب عقلاني تأويلي للدين. في خطاب سلفي يناهض فكرة التأويل والفهم والحوار، ويركن على بعض المحفوظات المستمدة من كتب تراثية لا علاقة لها بالدين ولا بروح الدين. يعني ليست كتب دين حتى؟ لا مش كتب دين، دي كتب فقهية ومعظمها سلفي. يعني لما افتح كتاب مثلا لواحد من الأعلام بدون ذكر الاسم من القدماء يقول من فعل كذا يقتل، ومن فعل كذا يقتل، مش معقول يعني لا، وشيء مخيف يعني برضه. فهذا ليس من الدين، هذا كلام شخص عن الدين. يعني هيك تجد ان الخطاب الديني في مصر مثلا لابد له ان يتغير. طبيعي طبيعي، حتى نستقطب الناس للدين الحقيقي طبعاً. الجميل. ولذلك يعني الناس بتتساءل ويتساءلوا لان الشباب بيلحد، وفي تزايد في الالحاد ليه؟ ما هو بسبب هذه اللاعقلانية في تناول الدين. والنهارده الشاب منفتح على شباب منفتح على الفكر وعلى المعرفة وعلى العالم كله، ومن حقه أن يتساءل ما معنى هذا الكلام.